كان فيها كابتن عامر بعض الانتقادات تخص مواعيد المباريات لبعض الفرق، انت تابعت اكيد البيانات اللي كانت في الفتره الاخيره، بس انا كنت بسال دايما هو ليه الاهلي والزمالك تحديدا ما يلعبوش بالنهار بمنطق العداله من جانب، ومنطق تاني فايده للاهلي والزمالك اللي بيروحوا يلعبوا في مباريات في افريقيا بالنهار ما بيكونوش بيشاركوا مباريات بالنهار كتير في الدوري المصري، هل ده ليه علاقه بحاجه ليها علاقه بالبث برعايه ولا لا طلبات من الاهلي والزمالك فقط؟ يعني اقول لحضرتك اول حاجه ان في كان ده ممكن يبقى صحيح مثلا في ملعب زي اسوان مفهوم ان في ناس تلعب بالنهار وناس تلعب بالليل، فبالتالي كل مباريات اسوان عشان في مشكله في الكهرباء هناك بيلعبوا كل مبارياتهم بالنهار. شفنا الزمالك بيلعب بالنهار والاهلي هيروح يلعب بالنهار، الانديه كلها تلعب بالنهار من واحد. نمره اثنين بالنسبه لنادي بيراميدز عنده اربع مباريات، هو ليه خمس مباريات كانوا في الدور الاول، عنده مباراتين في الدور الثاني اللي هم الدور كويس. في اربع مباريات نفس اليوم بيراميدز والزمالك والاهلي بيلعبوا في نفس اليوم، اربع مباريات من الخمسه بقول لحضرتك عليها. لو تفتكر حضرتك وتشوف السنه دي وتشوف اي سنه لما سوقوا مباراه ريال مدريد وبرشلونه في الصين هيلعبوهم الساعة 1 الظهر و2 الظهر. صحيح. عشان تتنقل هناك. صحيح. في أمور فيها أمور تسويقية. في قناة فضائية واحدة بس هي اللي بتنقل. فبالتالي عندها إعلانات وعندها وعندها وعندها. وفي حجم الجماهير للأندية وفي أندية جماهيرية ما نقدرش ننكر الكلام دوت. طبعًا. فبالتالي لما بتلعب المباراة 3 إلا ربع الجمهور ده كله اللي عايز يتفرج يا اما مش هيروح الشغل يا اما الطلبه هيهربوا من المدرسه يا اما هتبدا لا ما مش عايزين حد يهرب من المدرسه مش عايزين حد يهرب من المدرسه يا اما تبدا الساعة واحدة طبعا، فبالتالي الناس كلها بتضرب الاعداد بتاعها، يعني امور كتيره جدا. يعني هي مالهاش علاقه بمجامله نادي على اخر يا كابتن عامر، عشان كده كنت عايز حضرتك توضح يعني. انما لو بيراميدز بيلعب فيهم مش ولا اهلي ولا زمالك شو من الاثنين الطبيعي، لانه لما تتكلم على اربع مباريات ومباراه اتعدلت اخيرا من ضمن تسع مباريات اتعدلوا بعد قناه اون تايم ثلاثه ان هي قفلت، فبالتالي بقى في ارتباطات للقناه اللي بتنقل الدوري، فمش بيراميدز بس اللي اتعدل له معاد مباراه في الاخر، انما دول تسع مباريات موعدهم اتعدلوا، انما كلهم محدش يتكلم عليهم. حضرتك بتقول لي كابتن عامر معلش عشان اوضح بس، حضرتك بتتحدث على تعديل مباراه بيراميدز وفيوتشر الاخيره، هي واحده من ضمن تسع مباريات تعدل المواعيد. مباراه تتعدل. مش دي لوحدها يعني. لا لا تسع مباريات تتعدلوا. اه. انما هو الحقيقه يعني التراشق اللي بين او ال يعني ما اعرفش بقى بيقولوا عليها ايه، المهم بين بنسميها احنا في لفظ خفيف المناوشات. المناوشات محدش بياخد بقيه المباريات. يعني مثلا الاتحاد سيراميكا اتنقل من استاد اسكندريه وفاركو الاهلي اتنقلوا من استاد اسكندريه على برج العرب، محدش اتكلم خالص، حد اعترض اللي كان في ماراثون الشيخ زايد على استاد اسكندريه رغم ده ملعب فاركو وملعب الاتحاد. صحيح. فاركو اعترض ولا الاتحاد اعترض؟ مباريات كتير اتنقلت من الملاعب لملاعب ثانيه زي الداخليه من السويس راحوا الكليه الحربيه. بعد راحوا بيترسبورت النادي المصري بعض المباريات بيلعبها في السويس وبعض المباريات بيلعبها في برج العرب مع الانديه الجماهيريه. فهل ده كله يعني لو جينا طبقنا بقى وعايز تكافؤ الفرص 100% والمسافات بين المباريات تبقى 100% يبقى لازم اولا نلعب التسع مباريات في يوم واحد عشان كله ياخد مسافات الراحه قد بعض في المباراه اللي بعدها. طبعا. لكن انت بتلعب على ثلاث ايام فهتلاقي واحد مريح يوم زياده عن النادي الثاني، انما بتتعوض في المباراه اللي بعدها. عايزين كل نادي يجي على الحته بتاعته وما يتكلمش ان هو اخذ راحه ثانيه اكتر من النادي الثاني في مباراه ثانيه. صحيح. فكل دي امور الحقيقه لو الانديه بس يعني ايه ركزت شويه وركزت الجدول كله ويعملوا العد التنازلي بتاع المباريات. هتلاقي كل الامور ديت احتمالات وحسابات وانت بتحط الجدول بتعملها. انما هو بيراميدز مثلا في يوم ما فيش الا الزمالك ولا الاهلي، فطبيعي ان بيراميدز فرقه متشافه. صحيح. وفرقه بتنافس وفرقه فيها نجوم كتير.
زيها زي الاهلي زي الزمالك زي فيوتشر كل دي انديه ناس بتتفرج عليها. صحيح. تيجي تعمل حسابات ثانيه تبعد الانديه الجماهيريه ان هي تلعب في وقت واحد بقدر الامكان. عندك المصري والاسماعيلي والاتحاد والمحله دي انديه جماهيريه كلها. طبعا. فلازم انت بتحط الجدول ما تحطش مثلا الاتحاد مع الاسماعيلي في وقت واحد. بحاول ابعدهم في الجدول. يمكن موضوع ان احنا التسع مواعيد دولت لو ما جم في ميعاد واحد او تغير موعدهم بعد القناه الثالثه دي ما قفلت. فبالتالي اضطرينا يمكن مره ولا اثنين ان في انديه جماهيريه بتلعب في نفس التوقيت اللي بقى عندي ميعادين بدل ثلاثه في اليوم.